سار على ذلك الأولون والنبيون والمرسلون. فلو كانت الدنيا لأحد لكرامته على الله لدامت لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الدنيا تدم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه الشيخ أحمد بن زيد الطالب فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مخالف. ستسمع بين الحين والحين من المواسين والمعزين من يقول لك عظم الله أجرك في والدتك وأحسن جزاءك في والدتك وأخلف عليك خيرا في أهلك وعوضك خيرا في ولدك. هذا أمر لا بد أن يكون. إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الإخوة الكرام، إذا فقدت الأمة علماءها وخطباءها ودعاتها ومصلحيها فإن أعظم ما تتعزى به هو أن تتذكر مصيبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المتقين، صفوة هذا العالم، وسيد ولد آدم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحيا ويموت ويبعث يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته فيه فإنها من أعظم المصائب. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بوجع، وجع كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم، ألم شديد وصداع شديد أصابه. دخل ذات يوم على عائشة، أول ما وجع به وجع بعد رجع من البقيع، دخل عليها وهي تشتكي وهي تقول: اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت ميمونة، فكان يقول مع شدة الوجع: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فبعث إلى نساء وهو عند ميمونة، فاجتمعنا عنده، فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكم، فإن أذنتن لي أكون عند عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج من بيت ميمونة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض من ثقل الوجع، حتى أدخل بيت عائشة، فأخذت عائشة تطبقه وتمرضه وتقرأ عليه المعوذتين وتأخذ في يديه وتمسح بهما وجهه وبدنه الشريف. دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وهو يتألم، فقال: يا رسول الله إنك توعك. فقال: إني أوعك كما يوعك رجلان. وفي اليوم الثالث اشتد وجعه وانتقبت الحرارة في جوفه، فقال لأزواجه: هرئوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهم لعلي أعهد إلى الناس. تقول عائشة: ففعلنا، فوضعناه في مخطب لحفصة وقفعنا نصب عليه الماء حتى أشار إلينا بيده عند التعذيب، ثم خرج إلى الناس فصلى بهم ووعظهم وذكرهم وأوصاهم. وفي اليوم التالي كان الألم قد بلغ مبلغه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأزواجه: وددت لأن عندي بعض أصحابي. فقلنا له: نرسل إلى أبي بكر، فسكت. ثم قال: نرسل إلى عمر، فسكت. فقالت بعد ذلك: نرسل إلى عثمان، فقال: نعم. فأرسلنا إلى عثمان،
شغل عليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عثمان، ووجه عثمان يتغير ووجه عثمان يتغير، فكان قال له: يا عثمان، عسى أن يلبسك الله قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. يا عثمان، عسى أن يلبسك الله قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تقضاني. يا عثمان، عسى أن يلبسك الله قميصا، فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه حتى تقضاني. قالها ثلاثا. وفي اليوم التالي، وكان يوم الخميس، اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقل به المرض. فلما فرغ من صلاة المغرب بأصحابه، أراد أن يخرج إلى صلاة العشاء، لكنه جعل يتغشى، فقال لأزواجه: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوني ماء في المخبر. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينور، فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوني ماء في المخبر. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينور فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوني ماء في المخبر. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينور فأغمي عليه. فلما يقولونك يا رسول الله، فقال: موسى أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل إن يقوم مقامه يبكي ولا يقدر على المقام. فقال: موسى أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادت كلامها، قال: موسى أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادت كلامها، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فذهب الرسول إلى جرد أبي بكر فأخبره، فقال أبو بكر: يعود صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر بالناس. وبعد ذلك، وقبل وفاته اليوم، أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غنما، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده. وفي اليوم الذي مات فيه، كشف النبي صلى الله عليه وسلم سترة حجرة عائشة، وجعل ينظر إلى أصحابه وهم يصلون صلاة الصبح. لم يرجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. فقفز أبو بكر يرجع القهقرى ليصل الصف، وكاد الناس أن يبتدئوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ظنوا أنه يريد أن يخرج ليصلي بهم، فأشار إليهم بيده: أن أتموا صلاتكم. وأسلم النبي صلى الله عليه وسلم الستارة ودخل الحجرة، وكان آخر ظهور لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. ولما ارتفع الضحى، أرسل إلى ابنته فاطمة وعليكم السلام ورحمة الله، وجلست عند رأسه فساقها وأخبرها بأنه سيموت من وجعه الذي توفي فيه، فبكت. ثم سارها أخرى وأخبرها أنها أول أهل بيته لحوقا به، فضحكت وقال لها: أيسرك أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ ثم جعل يتغشى وابنته عند رأسه، فقالت وهي ترى أباها يتوحش ويغمى عليه، فقالت: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم أرسل إلى الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، وأرسل إلى نسائه فوعظهما وذكرهما، ثم وجد وجعا وقال: إني أجد أثر السم الذي أكلته بخيبر، إنه أوان انقطاع، إنه أوان انقطاع الأمرين. ثم بدأ الاعتراف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أوصى أمته بوصيته الأخيرة، فقال: الصلاة الصلاة
وقوته من نعم الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وجمع الله بيني بين ريقي وبين ريقه. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري، فجعل ينظر إلى السواك فعرفت أنه يحب السواك وأنه يريده، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، كان يعجز عن الكلام فأخذته، ثم أمره واشتد عليه فقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته له فتناوله، وبين يديه نكوة فيها ماء، فجعل يدخل يده بالنكوة ثم يمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ورفع إصبعه وقال مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، فالرفيق الأعلى، فالرفيق الأعلى، حتى تقطع صوته عليه الصلاة والسلام، ومالت إصبعه وشخص بصره إلى السقف، وما توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نظرت إليه فاطمة فبكت وقالت وأبتا أجاب رب من دعا، وأبتا من جنة الفردوس مأوى، وأبتا إلى جبريل ننعى. ثم قالت لأنس كيف طابت أنفسكم أن تحكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما أتى أهل البيت ضج أهل المسجد، ثم ضج أهل المدينة. يقول أبو بؤيد الهذلي قدمت المدينة يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت لأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهله من الإحرام جميعا، فقلت مه، فقيل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكرسي صلي ركعتين. أظلمت السبيل لا هنا أنظر على الكرسي، وهبت مصابيحها وقفها أردت وأظلمت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بكر وكان فقبله وقال من تحيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج الى الناس وامر قد هاجا وتوعد الناس، فقال ان سمعته يقول ان محمدا قد مات ضربت في سبيل هذا عنقا، فقال ابو بكر انا لست على هذا، على نفسك ايها الحارث. فصعد ابو بكر على المنبر فتبنى الناس الى ابي بكر فخطبهم بصوت من كان يعلم أن محمد قد مات، ومن كان يعلم أن محمد فإن الله حي ولا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فإن الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر والله إنك مني لم تسمعنا ومواعظه، بقيت كلماته ونصائحه،
بقيت بشاشته وابتسامته رحب وفجع به الجميع، فجع به المحلين على المؤامس والمجالس، يكاد يسمع بمنبر الدفاع عن الاقصى انين حزين باكي على رايه جليله المحرك وعونيته المرتبه. آمين آمين. آمين آمين. 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 Thank you.